مثل ما عودناكم في جمعية الشامية والشويخ بكل ما هو جديد. اليوم شغلنا عربة التسوق الذكي بالسوق المركزي. وايد سهلة، سجل رقم موبايلك ورقم الصندوق واخذ اللي تبيه. كل اللي عليك تسويه تمرر باركود المنتج على الاسكانر الموجود بجانب الشاشة وتحطه داخل السلة، والسيستم يشيك لك على المنتج بروحه. تقدر تزيد، تنقص أو تلغي أي شيء من الشاشة. بس تخلص من أغراضك تقدر تدفع عن طريق الكينت. آخر شيء لا تنسى تصور الكيو آر كود عشان تاخذ فاتورتك. تشيس أغراضك وتوكل بالسلامة. حياكم جمعيتنا.